باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من يومين ثلاثة كده استلمنا ابصالية مع بعض، فاكرينها كنا بتقول ايه؟ وايضا يا احبائي فلنطرح عنا ميول قلوبنا الراضية التي تجذبنا الى بس خلاص. اتوزعت عليكم النهاردة ابصالية الجمعة، ابصالية الجمعة اظرف ما فيها انها بسيطة ونفس اللحن. كلماتها بتقول ايه؟ بالحقيقة تقدمت الى رأس عظيم هو اسم الخلاص الذي ربنا يسوع المسيح. كلمة يعني ايه كلمة بالحقيقة تقدمت الى رأس عظيم؟ عارفين لما واحد يقول ايه؟ انا عيني فتحت على حقيقة كانت تايهة عني، بالبلدي كده. فبالحقيقة تقدمت رأس عظيم يعني حقيقة منورة، بس الترجمة حرفية فمش مدية المعنى. ايه بقى الحقيقة اللي منورة الدنيا دي كلها؟ اسم ربنا يسوع المسيح. ويبتدي يتكلم على بركات استخدام اسم ربنا يسوع في كل بيت بركة غير التانية. وعشان انتوا حفظتم الإبصالية بتاعت الخميس وعرفتوا لحنها، دي هتبقى ماتش ايزير يعني، لان انتوا اوريدي اللحن بقى في ودانكم. اللحن لما بنتعلمه جديد بنوقفه شويه. عارفين يعني نوقفه؟ يعني نعمله زي المارش العسكري، لما بنحفظه بنسيحه على بعض، فبيبقى يعني في الاول ما بيبقاش عامل زي الموسيقى، عامل زي الايه؟ المارش. وبعد كده اتفقنا؟ طب نبتدي نحفظ مع بعض. بتقول ايه؟ بالحقيقة تقدمت إلى رأس عظيم هو اسم الخلاص الذي ربنا يسوع المسيح. خلي بالكم علشان كلمة الذي لربنا يسوع المسيح طويلة بكلها شوية. الذي ربنا يسوع المسيح، عشان تتظبط. الذي ربنا يسوع المسيح كده، أوكي؟ يلا هنقول مع بعض. بالحقيقة تقدمت إلى رأس عظيم هو اسم الخلاص الذي ربنا يسوع المسيح. لوحدكم. بالحقيقة إلى رأس عظيم هو اسم الخلاص الذي ربنا يسوع المسيح. شيلوا كلمة قد، شيلوا كلمة قد. بالحقيقة تقدمت تاني. بالحقيقة تقدمت إلى رأس عظيم هو اسم الخلاص الذي ربنا لوحدي. يلا لوحديك قول يلا. بالحق هايل، سهلة مش كده؟ نفس اللحن اللي فات. ما دي اسمها الإبصاليات الواطس، يعني يوم الأربع والخميس والجمعة والسبت بنقول من أول ليلة الحد اللي هي السبت بالليل بنقلب، أوكي؟ لأن الإبصاليات المفروض بتقال في الإيه؟ في التسبيحة الصباحية. بنقلب دايماً من 6 العصر، فعشان كده يوم السبت بالليل بنقول إبصالية الحد اللي هي طلبتك من عمق. اللحن هنا اتغير وبقت حاجه تانية خالص، لكن احنا في ايه دلوقتي؟ في الابصاليات الواتس اللي هي اربع، خميس، جمعه، سبت. من السبت بالليل نقلب الحد. طيب مع بعض نرجع تاني للحفظ. بالحقيقة تقدمت إلى رأس عظيم هو اسم الخلاص الذي ربنا يسوع المسيح. اسمع بقى اللي جاية دي. ربنا يسوع المسيح أعطى علامة لعبيده. إيه هي العلامة دي؟ إيه هي العلامة؟ الصليب. دي مش عايزة كلام، أعطى علامة لعبيده. الذين يخافون لكي يهربوا من، هقولها بقى باللحن،
ربنا يسوع المسيح أعطى علامة لعبيده الذين يخافون لكي يهربوا من وجه القوس. عارفين ايه وجه القوس؟ ايه وجه القوس اللي هنهرب منه؟ الايه؟ بصوا يا جماعة، وجه القوس الشيطان. عارفين القوس بتاع روبن هود، التفاحة دي اللي بيشقها بالسهم؟ القوس ده عبارة عن ايه؟ في سهام والقوس قاعد يحدف على اولاد ربنا. فبيقول اللي رب يستخدم اسم ربنا يسوع المسيح وعلامة الصليب، ربنا يديله ان يهرب من سهام الشرير. سهام الشرير اللي هي وجه القوس او حروب الشيطان، عشان تبقوا فاهمين احنا بتقولوا ايه. ربنا يسوع المسيح أعطى علامة لعبيده الذين يخافون لكي يهربوا من وجه القوس. قولوها لوحديكم، لأن لو قلتوها صح الباقي كله سهل. طيب يلا مع بعض لوحديكم. ربنا استني انت يا سلمى، عشان انت صوتك عالي بيخليني مش عارف اسمعهم هم، فمش عارف اسمعهم هم، فبسمعك انت لوحدك. استني يلا تاني. ربنا يسوع المسيح تسعة على عشرة بس مش طالعة من قلبي يعني. يا اسلام يا ما علينا. اوكي طيب، بس برافو عليكم. بصوا بقى هتلاقوا كده، ربنا يسوع المسيح اعطى علامه عبيده الذين يخافونه متكرره في كل الابيات. يبقى احنا بنغير اخر كلمتين في كل بيت، صح؟ فبقت سهله قوي، مش هنحتاج نحفظ، هنمشي على طول. البيت الثالث، ربنا يسوع المسيح اعطى علامه لكي سدوا أفواه الأسود، لكي سدوا أفواه الأسود. قولوا البيت تاني، ربنا طب أوكي اللي بعده، ربنا يسوع المسيح أعطى علامة لعبيده الذين يخافون لكي يطفئوا قوات. خلوها لكي لكي لكي. ربنا يسوع المسيح أعطى علامة لعبيده اللي بعده، ربنا يسوع اللي بعده، ربنا يسوع المسيح لا استنوا استنوا استنوا، لكي يتسلطوا على أعدائكم، هتبقى صعبة عليكم، فهنخليها ليتسلطوا على أعدائهم. شيلوا بقى لكي وحطوا اللام، صح؟ هتبقى أسهل. هو دايما الترجمة مش دقيقة قوي، بس المعنى واحد في الآخر. ربنا يسوع المسيح أعطى علامة لعبيده الذين يخافون ليتسلطوا على أعدائهم، ليتسلطوا على أعدائهم مع بعض. ربنا يسوع المسيح لو أقول لكم أنا مبهور بيكوا قد إيه، يعني بجد مفرحين قلبي، نفسي أخدكم معايا مصر، أسهل من أنا أقعد هنا. تاني يلا يلا يلا، اللي وراه اللي وراه. احنا ربنا يسوع المسيح ان يشفو كل مرض، ان يشفو كل مرض. تاني، ربنا يسوع المسيح اعطى علامة لعبيده الذين يخافونه
خليكم معايا بقى في اللي جاي. من هنا بقى هنتعلم، لان كل اللي فات نمطي ربنا يسوع المسيح اعطى علامه لعبيد والذين يخافونه، فالكلام واحد. من هنا هنبتدي نحفظ بيت بيت. بتقول ايه؟ من اجل هذا نمجد تاني من اجل هذا نمجد ربنا يسوع المسيح وصليبه المحيي الذي صلب عليه. صفر على عشرة. انا دخلت بتين في واحد. يظهر مستعجل. تاني ما صدقته مسكتوا عليا حاجه. ايوه انا عارف، انا حاسس بيكم، اللي بعمله فيكم ما بتصدقوا. طيب كتر خيرك. طيب احنا قلنا فين؟ من اجل هذا نمجد ربنا يسوع المسيح مع ابيه الصالح والروح القدس. سهل مش كده؟ تاني. من اجل هذا نمجد اسمعوا هذا هو اسم الخلاص الذي ربنا يسوع المسيح وصليبه المحيي الذي صلب عليه. نقول مع بعض. طيب هذا هو اسم الخلاص الذي روعة. اللي بعده بيقول ايه؟ خليكم اسمعوا. طوبى للإنسان الذي يترك عنه هذا العمر واهتمامات المملوءة تعبا القاتلة للنفس. ده بيتكلم علينا. فبيقول ايه؟ يا بخته اللي يعرف يسيب عنه أتعاب العالم وأتعاب العمر ده كله، لأن كل الحاجات دي لما بنركز فيها بتقتل الفرحة جوانا. نقوله تاني. طوبى للإنسان الذي يترك عنه هذا العمر واهتماماته. هناخد آخر بيتين. هذا هو اسم الخلاص. لا تاني. احنا ايه؟ يلا من اول. هذا هو اسم الخلاص. هذا هو اسم الخلاص. لا في لخبطه هنا. ناس قالت بسرعه وناس قالت بسرعه. تسمعوها تاني. هذا هو اسم الخلاص الذي ربنا يسوع المسيح وصليبه المحيي الذي صلب عليه. طوبى للإنسان الذي يترك عنه هذا العمر واهتماماته المملوءة تعبا القاتلة للنفس. تعبا، خلوها تعبا مش تعب، تعبا. تاني مع بعض. هذا هو اسم الخلاص الذي هايل. شوفوا بيقول ايه؟ يحمل صليبه كل يوم. بلاش يوما فيوما، دي هتلخبطكم. يحمل صليبه كل يوم ويلصق عقله وقلبه باسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. تاني. يحمل صليبه كل يوم ويلصق عقله وقلبه باسم الخلاص الذي لربنا. لوحديكم. يحمل صليبه كل يوم ويلصق عقله وقلبه
باسم الخلاص الذي لربنا يفرح قلبنا ويتهلل. يا ريت الداش تيجي بعد يتهلل. الداش او الوقفة هتبقى بعد يتهلل في ايه؟ يفرح قلبنا ويتهلل لسنا اذا ما تلونا اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. نحاول مع بعض. يفرح قلبنا ويتهلل لسنا اذا ما تلونا لا هتسمعوه بس، هتسمعوه بس، ما حدش هيقول معايا عشان في البيت ده في شويه لخبطه. يفرح قلبنا ويتهلل لسنا اذا ما تلونا اسم الخلاص الذي لربنا يسوع. انا بقى سيحتها زي ما بقول لكم انها بتتسيح على بعضيها، فنسيت فسيحتها، وقفها تاني. حاضر. يفرح قلبنا ويتهلل لسنا اذا ما تلونا اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. مع بعض. يفرح قلبنا ويتهلل لسنا اذا ما تلونا اسم الخلاص الذي لربنا. معلش قلبي مش متطوعني ان اسيبكم، فهنبتدي من اول فين؟ النص الاولاني النمطي مش هنبتدي بين، هنبتدي من اول. من اجل هذا نمجد مع بعض. اوكي يلا مع بعض. من اجل هذا نمجد للإنسان الذي واهتماماته القاتل يحمل صليبه كل يوم ويلصق هطلب منكم طلب. عايز واحد يعمل لي ستوب ووتش عشان انا هقول الابصاليه، عشان انتوا ناسيين احنا كنا بنتكلم على الصلاه والتسبيح، وقلت لكم ان الابصاليه دقيقتين ونص لثلاث دقائق، فانا هقولها بقى بالسرعه المتوسطه. انا كنت ببطئ علشان احفظكم. وحد يمسك لي ستوب ووتش على موبايل. ايوه اول، لا استني اول، يعني انت ترفعي صباعك وتقولي اول ما تعملي علامه كده انا هبتدي. استني بقى اخد نفسي، اخد بق ميه الاول. داخل على امتحان صعب، داخل على امتحان صعب. مين اللي هيبتدي؟ فين اللي معاه الستوب ووتش؟ يلا هتبتدي؟ يلا هقول 3 تبتدي. 1 2 3 بالحقيقة تقدمت إلى رأس عظيم هو اسم الخلاص الذي ربنا يسوع المسيح. ربنا يسوع المسيح أعطى علامة لعبيده الذين يخافونه ليهربوا من وجه الخوف. ربنا يسوع المسيح أعطى علامة لعبيده الذين يخافونه ليسدوا أفواه الأسود. ربنا يسوع المسيح أعطى علامة لعبيده الذين يخافونه لكي يطفئ قوة النار. ربنا يسوع المسيح أعطى علامة الذين يخافونه لكي يخرجوا الشياطين. ربنا يسوع المسيح
الذين يخافون ليتسلطوا على أعدائهم. ربنا يسوع المسيح. الذين يخافون أن يشفوا كل مرض. من أجل هذا نمجد ربنا يسوع المسيح. هذا هو اسم الخلاص لربنا يسوع المسيح وصليبه المحيي الذي صلب عليه. طوبى للإنسان الذي يترك عنه هذا العمر واهتمامه القاتل، يحمل صليبه كل يوم ويلصق عقله وقلبه باسم الخلاص الذي لربنا يسوع. يفرح قلبنا ويتهلل لساننا إذا ما تلونا اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. دقيقتين و17 ثانية مش كده برضو؟ يعني انا ما كذبتش عليكم، يعني ما كملتش دقيقتين ونص. والابصاليه سهله، حجتك ايه انك ما تسبحش ربنا كل يوم 2 minutes؟ خلي بالكم انا برضو نفسي قطع لو خدتوا بالكم، فاضطريت اهدي عشان غلطت غلطه، فضلت اتمشى واقول. لكن لو انا واقف كده في هدوء هتاخد دقيقتين من غير قطع نفس، فانتوا مالكمش حجه خالص. يبقى انتوا كده حفظتوا ابصاليه الايه؟ الاربع. وابصالية الايه؟ لا اسف، انتوا حفظتوا الخميس والجمعة. الخميس والجمعة، يبقى لكم بقى كمان سنتين ان شاء الله الاربع. عندكم وقت ناخد سؤالين؟ فين الشنطة؟ فين الشنطة اللي فيها الاسئلة؟ هناخدها بطريقة الطريقة لا دي الجديدة، ده هنا في قديم، ناخد من القديم يا ابونا اللي طلعوا زي ما يطلعوا. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. السؤال الاول، لماذا لا يتم شرح العقيده الارثوذكسيه في كنائسنا وسط هذا الكم من التعليم المغلوطه هذه الايام؟ حللني يا ابونا. وماله نشرح؟ كل اللي انتوا عاوزينه اسالوه والكنيسه تجاوبكم. ليه؟ لان مش كل الناس غاويه عقيده. يعني ايه مش كل الناس غاويه عقيده؟ لما هنبتدي نشرح عقيده عايزه حاجتين، عايزة متكلم يعرف يوصل المعلومة على قد الناس، لأن العقيدة بحرها كبيرة قوي قوي، فممكن جدا الناس تزهق وتمل. فعشان كده بيعملوا دراسات عقائدية متخصصة للي عاوز. لكن ممكن نقول دايما في العشيات بتاعتنا سؤال وجواب، ويكون السؤال عقيدة. أنواع الشفاعة: الشفاعة التوسلية، الشفاعة الكفارية وهكذا، وشفاعة الروح القدس الذي ينطق بأنات. يبقى اتكلمنا على انواع الشفاعه. المره الثانيه ايه اثباتات الشفاعه؟ نحفظ 3 آيات من الكتاب المقدس الشفاعه. يبقى كده خلصنا عقيده بسيطه على قد الشعب، لان التبحر الناس هتمل. فعشان كده معظم الناس ما بتحبش انها تشرح عقيده كتير، لان العقيده منهج. اوكي، لكن معاكوا حق، على الاقل نعمل حاجه. كل ما يكون في تعليم عقيدي غريب لازم الكنيسه ترد عليه مينيمم. هل طقس تغسيل الموتى لازم؟ وهل ده طقس أم لا؟ غسيل الموتى مهم أم لا طقسي؟ ما أقدرش أقول إن في طقوس في الكنيسة اتعلمها الكاهن زي غسل الموتى، وبالتالي هي مش طقس نظامي في العبادة الكنسية، لكن هو عرف من أيام الإنسان. أنتوا واخدين بالكم؟ ما ابتدى يموت والناس يعني تغسله غسيل اخير او حميم اخير او حاجه الى اخره. لكن ما اقدرش اقول انه طقس كنسي. يعني لو واحد مثلا مات وما تغسلش مش هيخش السماء لو هو قديس؟ طب ما في قديسين كانوا في البريه وماتوا. انتوا واخدين بالكم؟ يعني اقصد ان عرف الكنيسه تحترمه
لكن مش طقس تعليم كنسي. لكن الكنيسة doesn't mind، يعني عمرنا ما هنقول لكم ما تعملوش كده، لا اعملوا، بس يعني مش هقول ان ده ليه طقوس كنسية الكاهن يروح يرفع بخور، لا ما فيش حاجة اسمها كده. الأسئلة الطويلة اللي بالإنجليزي هأجلها لبكرة لأن مفيش وقت أراها دلوقتي. في حياتي عملت خطايا كتيرة وتبت عنها واعترفت عنها وبحاول أبعد عن أي موقف يمكن يعرضني للوقوع التاني. عندنا مسبح عائلي في البيت، اتعرضت لمواقف خلال الشهر ده كذبت وما قلتش الحقيقة عشان الحقيقة ممكن تعرضني للمساءلة القانونية، وأنا من خوفي كذبت وحاسس إن الشيطان بيضحك على كل عليا في كل مرة. أنا تعبان جدا ومش عارف ربنا هيقبلني ولا لأ، أنا بكذب عليه يعني على ربنا كمان، لأن كل مرة أقول آخر مرة برجع تاني أعمل خطية ورا التانية، مرة أكذب ومرة غضب ومرة كبرياء. عايزة نصيحة. بصوا يا جماعة، حكاية ان انا وعدت ربنا اني ما اعملش الخطية وبعدين عملتها تاني دي، طب ما احنا كلنا بنعترف بنفس الخطايا وبتتكرر تاني، يعني ممكن اقع في الادانة وبعدين اقع في الادانة وكل مرة بعترف. عارفين يا جماعة الاعتراف عامل زي ايه؟ زي واحد بيمشي يمشي في الشمس ويعرق فيخرج ايه؟ يدخل يستحمى. في حد يقدر يقول اوعدك يا رب، او في حد يقدر يقول انا مش ممكن اعرق تاني؟ اذا كان بولس الرسول اللي شاف السماء بيقول الخطاه الذين اولهم انا، وما بيبالغش عشان نقول ده متضع، لا اكيد كانت ليه خطايا بالفكر او باي حاجه، لكن كان ليه خطايا. فوضع طبيعي ان احنا نجاهد ضد الخطيه. اما الخطيه اللي انت كذبت فيها وخفت انك تعرض نفسك للخطر، ارجوك اقعد مع اب اعترافك وقولها بتفصيل شويه وخد الحل من فم. في صلاة الساعة الثالثة في الإنجيل بيقول للسيد المسيح لتلميذه أنا كرمة الحقيقية وأبي الكرام. وفي قطعة نقول مخاطبين السيد العذراء أنت يا الكرمة الحقيقية، برجاء توضيح المقصود. بص يا جماعة، كلمة الكرمة هنا كلمة متحركة، فالعلاقة بين الآب والابن الكرمة والكرام، العلاقة بين الست العذراء هي الكرمة اللي طلعت العنقود. انتوا واخدين بالكم؟ دي كلمة بتتحرك من هنا لهنا، وحسب ما بتتحرك معناها بيوضح. وبعدين بيقول ازاي نقول تشبيه ان سيد المسيح هو الكرمة وبعدين نشبه الست العذراء. احنا ما قلناش ان سيد المسيح هو الله والست العذراء الله، يبقى معاك حق ساعتها. يبقى التشبيه هنا تشبيه في خاصة من خاصات الايه؟ اللاهوت، خاصية لاهوتية ما نقدرش نسيبها الست العذراء، لكن التشبيه العادي ممكن يتشبه بيه اي حد. يعني انا ممكن اقول للوحدة فيكم، أو زي في بعض الصلوات اليهودية كان يقول على المرأة اليهودية فليجعلك الله كرمة مثمرة في بيتك. نقول إزاي المرأة اليهودية تاخد لقب المسيح اللي هو اتقال على العذراء؟ لا يا جماعة، ده تشبيه اتقال في أي حاجة. أرى أننا نهتم بصلوات الأجبية وخلافه أكتر من الابن دون الآب والروح القدس، رغم أننا نقول باسم الآب والابن والروح القدس. أرى أننا نهتم بصلوات الأجبية وخلافه أكتر من الابن دون الآب والروح. بلاش بقى حكاية الأجبية دي قصة تانية. يعني هو بيقول إحنا ليه بنهتم بالابن أكتر من الآب والروح القدس. بصوا يا جماعة، ما خبيش عليك اللي انت بتقوله صح. هل الاب اقل في الاهميه؟ ده الاب هو المصدر، زي قرص الشمس، والابن هو الشعاع اللي بينور، بنقول مولود من الاب قبل كل الدهور، فكله كويس. بس خلي بالكم اللي انا اقوله لكم ده، الله لما صار في الجسد بقت هي دي الصوره المنظوره، كان تاتشبل، كان سبيكابل، وبالتالي عشان هو كان بيتكلم وبنسمعه فبقت صورة الله في أذهاننا هي صورة أقنوم الكلمة. لكن الروح القدس روح، والله الآب لا يراه أحد، فأصبح أقرب كلمة لقلبنا في وصف الله هي المسيح. وده مش غلط، لأن الآب ما بيغيرش والابن ما بيغيرش، لأن كلهم حاجة واحدة في الآخر،
بنقول إله واحد في الآخر، لكن علشان المسيح الصورة المنظورة واللي رسمناه فتكون في أذهاننا من وإحنا أطفال، لكن هذا لا يعني إن إحنا بنهتم من بالابن أكتر من الآب. أكبر دليل إن إحنا عندنا قداس باسيلي يوجه للآب، والقداس الغرغوري يوجه للابن. تقول لي طب روح القدس ملهوش قداس ليه؟ أقول لك عشان روح القدس في القداس الباسيلي والقداس الغرغوري هو اللي بيحول الخبز إلى آخر سؤال. لماذا عاقب ربنا علي الكاهن على أن أولاده كانوا غير مستقيمين وأنه مذنب في حين أن أولاد صمويل أيضا؟ بصوا يا جماعة، فيما يتعلق بأحكام الله لما نسأل الأسئلة دي كأن إحنا we are doubtful أن ربنا في حتة كان محابي وربنا في حتة كان عادل. فأرجوكم الأسئلة اللي بتبتدي ليه دي ملهاش إجابة في معظم الأحيان. زي مرة واحدة جت بتقول لي أنا زعلانة من ربنا، قلت له قال لي ليه خلقني بنت؟ ممكن تجاوبني؟ أجاوبك أقول إيه؟ أنا مش عارف. ربنا حكمته كده يعني، أكيد هيكون ليكي ماشن في الحياة وليكي وظيفة في الحياة وهتشبعي بأمومتك وهتشبعي في حاجات كتير حلوة قوي في الأمومة يعني، وفي حاجات إنك أنت بنوتة ويبقى شكلك أمور حاجات حلوة يعني، في حاجات حلوة مش عند الرجالة يعني. بس قالت لي لا أنا عاوزة إجابة محددة. ليه؟ قلت لها ما عنديش. لأن هقول إيه؟ فاهمين عايز أقول إيه؟ ففي أسئلة، ليه ربنا عمل كذا؟ ليه ربنا خلق الدنيا في 7 أيام ما كانوش 9؟ طب 10؟ طب ولو 10 تقول لي ما كانوش 12؟ مش هنخلص. هنكتفي بالقدر ده من الأسئلة. السؤال الإنجليزي ده ما تجاوبش. بتاع التجلي لسه ما تجاوبش. القطعة الساعة الثالثة قلناه. سؤال يا ابونا، هل السجاير حرام؟ حلال. أما تعلمون أن أجسادكم هياكل، هيكل الله والروح القدس ساكن فيكم؟ شوفوا الآية اللي بعدها بتقول إيه، من يفسد هيكله يفسده الله. السجاير تفسد ولا تعمر؟ تفسد. السجاير بتجيب سرطان تحت الغدة بتاعت اللسان، وتجيب سرطان الزور، وتجيب سرطان الرئة. وكل الناس بتقول إن السجاير أكبر عامل أساسي في الكانسر في الثلاث مناطق اللي أنا قلتها، ده غير انسداد الشرايين وغير 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 وغير. وبالتالي أي حاجة ما بتبتنيش وبتهدني أو بتهد الهيكل اللي ربنا خلقه فيا لازم تكون خطيه. إيه اللي بيبني؟ شوفوا بولس الرسول قال إيه، كل الأشياء تحل لي ولكن ليست كل الأشياء تبني. قولوا لي السجاير بتبني إيه؟ نمرة 2، كل الأشياء تحل لي ولا تسلط علي شيء. السجاير بتتسلط ولا لا؟ كل الناس يقول لك يا ابونا أنا أقدر أبطلها في أي وقت. قلت له ما تبطلها؟ يقول لا مش دلوقتي. هو مش قادر يبطلها، يبقى متسلطة ولا مش متسلطة؟ متسلطة. ما علينا، نرجع لموضوعنا. أبونا جوارجيوس بعد إذنك عشان المكسوفة بصلك، ممكن بكرة يا أبونا سارجيوس، أبونا جوارجيوس ما أنا شايف بس مش قادر بصلك يعني، يعني أنت فاهم عايز هطلب إيه؟ هطلب إيه؟ لا هطلب حاجة، بصليت الأربع يا أبونا، بصليت الأربع. هي تبقى بنخلص الواتس كله معاهم، فنطبع بكره ابسله الاربع. بس لو سمحت انا عاوز اغير فيها الداشز، فانا هل لا مش هنشيلها، انا هغير اماكنها لانها محطوطه لما بتقلب من عربي القبطي الارباع ما بتظبطش مع اللحن فهنغيرها. فهنحتاج نعمل هوم وورك. نعمله ازاي بقى؟ على العموم مش مهم بكره، نخليها السبت والحد يعني، اي حاجه نخليها السبت والحد عشان ندي لنفسنا فرصه. يبقى بكره هكمل اجابه اسئله، ويوم السبت حفظكوا الإبصالية بتاعت يوم الأربع لأنها حلوة قوي قوي قوي، كلامها أعمق بس أصعب في لحنها، وربنا يدينا القوة.
حسام بيبقى اخونا مجنون على الصيغه. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اوعدكم النهارده كلمه قصيره مش زي المرات اللي فاتت عملتها فيكم، يعني كلمه قصيره خالص. احنا كنا بنتكلمين على مفاتيح السماء، ابتدينا بايه تاثير السماء علينا، قلنا ايه الحاجات اللي بتعطلنا عن السماء في بعض الخطايا، وبعدين اتكلمنا على شويه حاجات تدخلنا السماء، منها نقاوه القلب، منها كان محبه والصلاه والتوبه، مش كده؟ كل الكلام ده قلناه. النهارده هنختم سلسله السماء بمفتاح صغير او حاجه صغيره ومهمة جدا 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 تدخلنا السماء. هتعرفوها أول ما أقول الآية. في إنجيل يوحنا الإصحاح السادس في الأعداد الأخيرة حاجة واربعين تقريبا، أعتقد 46، المسيح قال كده: من يأكل جسدي ويشرب دمي له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. من يأكل جسدي ويشرب دمي له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. يبقى الحياة الأبدية هي السماء، وربنا حط لها مفتاح مش اختياري، لأن حطه تيرم كود. عارفين يعني ايه تيرم كود؟ يعني زي الايف ستيتمنت كده، if you study you will succeed، مش كده؟ يبقى بيقول اللي هياكل جسدي ودمي ليه حياه ابديه. لو عكسناها، اللي مش هياكل جسدي ودمه ملوش حياه ابديه ولن اقيمه في اليوم الاخير. لا بقى، يبقى القداس مش طقس، القداس حياة أبدية. علشان كده لما بندافع عن الجسد والدم مع ناس بتقول ده مش جسد ودم، ده رمز خبز وخمر، احنا بندافع عن أبديتنا وبندافع عن خلاصنا، مش فكرة انت رأيك رأي وانا ليا رأي. في الضمير القبطي لما واحد يروح السماء تلاقي أول سؤال بيتسأل لأهل المتوفي من باب الاطمئنان: لحق يتناول؟ اتناول اخر مره امتى؟ صح. اول يقول لك الحمد لله اتناول الاربع طلع الجمعه، نقول يا سلام ارتحنا. ليه؟ لان وعد المسيح صادق ان الانسان ده لو تايب زي ما اتفقنا كتوبه، المسيح قال اعطيه حياه ابديه واقيمه في اليوم الاخير. ده مش هزار، ده شرط، ده مفتاح. علشان كده هتكلم معاكم النهارده في نقط بسيطه قوي 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 على حكايه التناول. عايز ابتدي بقول قاله القديس يوحنا ذهبي الفم. ذهبي الفم كان بيقول ايه؟ ناس كتيره منكم بتقول نفسي اشوف المسيح في رؤيا، فمنكم من يقول ليتني ارى هيئة الرب وشكله وملابسه. أنت تنظره وتلمسه وتأكله نفسه. أنت بتقول نفسي أشوف المسيح في رؤية؟ ليه؟ نفسي أحلم بالمسيح كويس، إن عندك اشتياق، بس أقول لك أنت مش بتشوفه، ده أنت بتلمسه وبتشوفه بعينيك وبتأكله كمان. أنت تشتهي أن تلمس ملابسه وهو يعطيك ذاته كله، لا لتراه بل لتأكله. يعني انت بتتمنى انك تشوفه، ده انت بتأكله. الذي ترتعد الملائكة منه ولا تنظر الى بهائه هو هو الذي تتغذى وتتحد به في داخلك. قد ايه مجد الافخارستيه، قد ايه مجد التناول، عشان انت بتخرج شايل المسيح.
مش مأنجج المسيح، ده انت شايله جواك. علشان كده في طقس الكنيسة تخلي بالكم من حاجة، في ناس تزعل من الكهنة، ناس تيجي يوم جمعة ختام الصوم ما تلحقش القنديل فيحضر القداس وبعدين يقول لابونا ايه انسحني. على فكرة الكنيسة عملت طقس القنديل عشان توطي راسك للكاهن وتتمسح، لكن بعد التناول ما ينفعش توطي راسك لان اللي جواه المسيح ما يوطيش. عشان كده الكنيسة بعد التناول تمنع المطانية، بعد التناول تمنع السجود، لانك انت في ايماننا يا اتحدت يا ما اتحدتش، فاحنا مؤمنين انك اتحدت. فاذا كنت انت اتحدت بالمسيح ازاي توطي راسك لكاهن؟ ما ينفعش. بعد يوم الحد انا باخد اعترافات في مكتبي، بس انا اؤمن ان اللي اتناول لما يجي الولد يعترف ويوطي راسه اقول له انت متناول، يقول لي متناول، اقول له لا قوم وقف ارفع راسك لفوق، ما خلوش يوطي راسه، لان انا مؤمن ان هو متحد بمين فما ينفعش يوطي. شوفوا الكنيسه حتى في طقسها بتعبر عن ايمانها، انك ما ينفعش تعمل مطانية بعد التناول، وما ينفعش توطي راسك بعد التناول، عشان الكنيسه عارفه انت اتحدت بمين. ده مش كلام احد الاباء القديسين، بيقول ايه، هو كان بيتامل في فكره التناول، فبيقول الاتي: كل ما اقرا الايه هو ذا ملكوت الله بداخلكم. واتفقنا في اول مره ان الملكوت بتاع الله او السماء هي مكان التقاء مين؟ الانسان بالمسيح. فاذا كنت انت اتحدت بالمسيح حققت النبوه اللي قالها: ها هو ذا ملكوت الله في داخلكم، لان الملكوت اهم شخص في مين؟ المسيح. فلما انت تناولت المسيح بقى الملكوت ايه؟ يا نهار ابيض، هو كل ده؟ ده احنا مش حاسين، ده احنا الموضوع قلب معانا ممارسه. عارفين قلب معانا ممارسه ازاي؟ انا رايح اتناول، ما بقاش اسمها رايح اتحد بالمسيح، الموضوع فرق. انا عايز اقول لكم على حاجه، انا مش عارف صح ولا غلط، يعني ما تاخدوش اللي انا هقوله تعليم، ده بالنسبه لي انا كويشن مارك جوايا. انا مش عارف اللي حصل ده تقدم ولا مش تقدم. انا لا انتقد احد امام الله، بس انا بسال لان انا مش عارف الاجابه. لما كنا في ماري مرقص زمان 62 و63 و64 و65 و67 كان ابونا واحد بيناول الجسد والدم، يناول الرجاله هنا والستات هنا وبعدين الدم هنا والدم هنا، وكان عدد الشعب الكنيسه تبقى مليانه، واللي يتناوله 15 راجل و70 ست تقريبا، يعني التوتال 85، والشعب كله حاضر القداس ما بيتناولش في حاجه. بعدين ايه اللي حصل؟ لا لازم نتناول، لازم نتناول، لازم نتناول. زمان كان ابونا يقول له ما بتناولش ليه؟ تقول لي اصل بصراحه صعبان عليا من اختي ومش قادره اتناول قبل ما اصفي قلبي من ناحيه اختي. النهارده تبقى قاتل القتيل وماشي في جنازته وحاجز في الكوفيد قداس يوم الحد الجاي. في حاجه غريبه بتحصل مش فاهمها. هو الناس زمان لما كان القداس ليه هيبة وكان القداس ليه معنى كان هو ده الصح، ولا كلنا بقينا نتناول ومش حاسين الا بممارسة من غير ما نحس بقوة الاتحاد بالمسيح بقى هو ده الصح؟ انا مش عارف، بس مش عاوز اسود الصورة لان في ناس فينا حاسة. بس انا براجع نفسي ونفسكم قدام بعض. ليه براجع نفسي؟ لان انا عاوز ارجع للصوره الاولانيه، ان كلنا نتناول بس نكون حاسين كلنا داخلين على ايه، مش مجرد ممارسه، مش مجرد ممارسه. علشان كده انا هتكلم في نقط بسيطه قوي قوي كريفيجن من اللي انا شفته في الستينات لما كنت عيل. التناول كان شكله ايه وبنستعد له ازاي؟ ايه الاول بيعملوا التناول فينا وبعدين نستعد للتناول ازاي؟ احنا بنتناول ايه؟ جسد المسيح الحقيقي ودمه، صح؟
طب تعالوا نشوف التناول فعاليته فيا وفيكوا ايه. يقول كده سفر الرؤيا على الناس اللي في السماء: الذين بيضوا ثيابهم في دم الخروف. ما تاخذنيش يعني. لو انت عندك التيشيرت دي صفرة وحطيتها في دم هتطلع ايه؟ ملطشه ملطشه مبقعه. الا دم المسيح. حط فيه اي حاجه هيطلع ابيض. علشان كده اول حاجه يعملها دم المسيح التطهير والتغيير والنقاوه. التطهير والتغيير والنقاوه ازاي؟ صحيح لازم كل اللي يتقدم يكون تايب، بس تتعجب كثيرا جدا لما يجي واحد زاني ويعاني من الزنا بس رافض الخطيه مش مستبيح، ويدخل لابونا ويقول له بعاني ومش عارف اخرج، يقول له تناول كل يوم في الصوم الجاي. تناول اتناول اتناول. ده الايه بتقول اللي يتناول من غير استحقاق يكون مجرم في جسد الرب ودمه. ازاي يا ابونا تقول لي تناول؟ ده انا فاكرك جاي تقول لي محروم من التناول 3 أشهر او 6 أشهر لغايه لما تتوب. تبقى محروم لما تكون مستبيح. لما ابونا يقول لك انت لسه بتقع في الخطيه تقول له عادي ما كله كده، اقول له لا ما تتناولش. لكن واحد عاوز ومش قادر، انا ككاهن مؤمن ان دم الخروف يبيض البقعه اللي في توبك ويخليها بيضة. عشان كده احكي لكم حكايه غريبه جدا جدا بس حقيقيه وحصلت. الحكايه دي بتحكي ان هم راحوا للبابا كيرلس السادس، ودون دخول في تفاصيل قالوا له ابونا فلان ده سلوكه مش مستقيم. فهموها زي ما انتوا عايزين تفهموها. سلوكه ايه؟ مش مستقيم. نقطة. قالوا له روحوا قولوا له البابا كيرلس عاوزك. حد فيكم يوعى كويس على البابا كيرلس؟ يعني فاكرينه كشخصية؟ هو ما كانش كلامه كثير لكن كان عنده نظرة حارقة. تخوف قوي. حارقة. يعني عينيه دي ما تقدرش تبص فيها. بالرغم انه قلبه طيب وحنين لكن ربنا مديله عينين حاسمه جدا. قالوا لابونا البابا عايزك. طبعا ابونا عارف العك اللي بيعكه، فمتوقع ايه؟ يا حرمان يا لو البابا رضي عليه هيحطوا كنيسه في المدافن. كان زمان القسيس اللي يغلط يحطوه في كنيسه في المدافن، يعني كنيسه من غير شعب بس كده. الميت اللي ملحقوش يصلوا عليه يصلوا عليه عقوبه كده، يعني زي اقول لك ايه ودوه الوادي الجديد يعني. فده ودوه ايه؟ عقوبه في المدافن. خليكم بس معايا. فالقسيس رايح للبطرك ركبه بتخبط في بعض، ما هو عارف عملته. والبابا كيرلس شديد. فالبابا كيرلس قال له تعالى يا ابونا فلان. قال له ايه؟ ايوه يا سيدنا عاوز ايه؟ صوته مش طالع. قال له تصلي معايا قداس كل يوم. ايه؟ قال له تصلي معايا قداس كل يوم، تسيب كنيستك شهر 2 وتصلي معايا قداس كل يوم. الراجل مش فاهم، بس البابا فاهم يعني ايه بيضوا ثيابهم في دم الخروف. وابتدى ابونا يتناول كل يوم مع البابا. عارفين ايه اللي حصل؟ بعد شهر 1 ركع القسيس وقال له مش قادر يا سيدنا، نار في جسمي، انا انسان غير مستقيم وعاوز اقدم توبه. ما كانش هيوصل لدي من غير دم المسيح اللي يطهر من كل خطيه. علشان كده بنقول في تسبيحه كياحك بناخد جسدك مرهم ودمك ليا ترياق. عارفين يعني ايه ترياق ولا لا؟ ترياق يعني دواء. دواء يعني دم المسيح دواء. مع المستبيح نحرمه من الجسد والدم، ومع المجاهد الجريح
لازم ياخد الجسد والدم، لأن من غيره مش هتقدر تعمل حاجة. ده إيماننا. بس هل ده إيمان الكل؟ اتنين، تاني فاعلية لجسد ودم المسيح في حياتي الروحية غير التطهير والتغيير والعلاج، حاجة اسمها آية بتقول وهم غلبوه بدم الخروف. يعني ايه هم غلبوه بدم الخروف؟ يعني هم غلبوه بدم الخروف؟ اشرحها لكم في حتة من العهد القديم واجيبكم تاني للعهد الجديد وبعدين نجيبكم للحياة اللي احنا عايشينها. بصوا يا جماعة، كان في زمان حاجة اسمها المهلك. المهلك ده هينزل يقتل كل أبكار بني إسرائيل، لن تحدث نجاة إلا إذا كان على قوائم بيتك والعتبة دم، فيعبر المهلك. على فكرة بيوت بني إسرائيل كانت في منطقة اسمها أرض جاسان، ملهاش دعوة ببيوت الإيه؟ المصريين. زي ما نقول مثلا دول ساكنين في ميسيساجا ودول ساكنين في برايتون، وطبعا الملاك مش هيتوه مش هيروح بقى، لكن كان في شرط انك لن تحصل على النجاة الا اذا الدم بتاع الخروف اللي بلا عيب اللي اتاكل على نار ومر دمه يلطخ بيتك فيعبر عنك المهلك. ده في العهد القديم. بس الخروف الفسح كان رمز لمين؟ لذبيحة المسيح. تعالوا بقى نتنقل في العهد الجديد. يقول لك كده وهم غلبوه بدم الخروف. يعني ايه غلبوه بدم الخروف؟ المهلك زمان ده كان ملاك، بس المهلك بقى بنسميه دلوقتي هو الشيطان المهلك اللي جاي يهلك ولاد ربنا. الذي يحتمي بدم المسيح بخشوع وخضوع واحساس بعدم الاستحقاق لا يمكن الشيطان يقدر عليه مهما كانت الحروب. لا يمكن الشيطان يقدر عليه. كان في اتنين ربنا اداهم موهبة اخراج شياطين. واحد اسمه ابونا جبرائيل الانبابشوي، وده كان في الانبابشوي وانا شفته وتعاملت معاه. وواحد تاني نيافة الانبابيم والمتنيح، كان في دير الخطب. والاتنين انا تعاملت معاه. وبعدين انا قعدت مع كل واحد لان كان عندي سؤال. ان في واحده من شعب الكنيسه بس ساكنه في منطقه بره مصر الجديده جت قعدت معايا، قالت انا بتجيلي حروب وتجيلي روح نجسه وجوايا اي حاجه، لما بخش القداس بتخنق وبعرق واو الى اخره. فانا ما بفهمش في الحاجات دي بصراحه، مش موهبه دي، مواهب انا ماليش فيها. فروحت اسال مين؟ الانبا بموه وابونا جبرائيل، لان هم دول الاثنين اللي كان عندهم الموهبه دي. قالوا لي مسيحيه؟ قلت لهم وبتتوب؟ اه. بتتناول؟ قلت لهم اه. قالوا لي اللي عندها مش شيطان، يا توديها لدكتور نفسي يا اما دي حروب خارجيه. في حياتنا كلنا ما شفناش واحد بيتناول دخلوا روح نجس ابدا، وهم غلبوه بدم الخروف، لان هيشوف الدم يعبر. قال مش ممكن يكون جواها روح نجس ما تجيبها لناش وما تضيعش وقتنا، يا حاله نفسيه اسف في اللفظ اللي قاله، يا بتدلع وسايقه فيها، يا حرب خارجيه لكن ملهاش علاقه بالارواح النجسه. في حياتنا كلنا ما شفناش واحد بيتناول وبيتوب قدر روح نجس يقتحمه. شوفوا الحمايه اللي في التناول. يبقى بيديني شفاء من مرضي وبيديني حمايه لان يعبر المهلك وما يقدرش يخش البيت ده، لان في علامه دم خروف الفسح. امال اللي بياخد دم المسيح نفسه يبقى ايه؟ ده عشان دم خروف عبر، يبقى اللي بياخد المسيح هيخش؟ مش ممكن. دي فعاليه التناول. وعشان كده كل مره من اجل هذا السر والفعاليه العظيمه لازم استعد صح عشان اخرج من دايره الممارسه لدايرة الإحساس إن أنا داخل أتحد بمين؟
بالمسيح كجسد ودم حي. ازاي احنا نستغل او نستعد، لا ازاي بقى نستعد لهذه الكرامة العظيمة، او ازاي نستغل هذا المفتاح اللي يفتح ملكوت السماوات؟ هنعمل ثلاث حاجات: قبل القداس، اثناء القداس، بعد القداس. ثلاث تدريب: قبل، اثناء، بعد. قبل القداس نعمل ايه؟ لما بيكون عندنا عريس وجايين يستقبلوا، تفتكر ايه اللي بيحصل في البيت قبل استقبالها يوم العريس بالذات؟ يعني بنعمل ايه؟ في حاجه اسمها سوفت كليننج، عارفين سوفت كليننج اللي هو ايه؟ كروته. وفي حاجه اسمها هارد كليننج. يعني ايه بقى هارد كليننج؟ بنشيل السجاده. قبل كده كنا نكنس التراب تحت السجاده ونخبي التراب، ده في السوفت كليننج. لكن في الهارد كليننج البيت بيتنظف، البيت بيبرق للعريس داخل. طب عريس السماء، عريسي انا، مسيحي انا، لما يكون داخل بيتي انا محتاج ايه؟ محتاج ان انا انظف واستعد. بص يا جماعه اقول لكم كلام هو مش لطيف، يعني مش لطيف، وممكن يكون محرج ان الواحد بيقوله، بس it was a fact في الستينات. سخان المصانع الحربيه الخمسة لتر والعشرة لتر ده لما طلع قبل كده ما كانش فيه سخان. طب كنا بنستحمى ازاي؟ صفيحه وبابور وكوز ساقع وكوز سخن وطشت وانت عيل، يعني بتخش جوه الطشت وانت عيل او في حد بيساعدك يعني، وانت لما بتكبر بتخلط. بس انا من الجيل اللي لحق ما قبل السخان، يعني انا من جيل الطشت اللي هو استحموا يعني في الطشت. انتوا هو انا الوحيد اللي كنت جيل طشت ولا ايه؟ يعني انا طلعت كلكم بتبصوا لي باستغراب كاني جاي من فلك نوح. يعني ده انا بتكلم لغايه 100 60، يعني لغايه نص الستينات 63 64 كان كله بيستحمى كده، او بلاش الطشت لكن تقلب تقلب وميه سخنه وميه سخنه، الميه ساقعه تسخن الميه، الميه سخنه سقع الميه، وهات بقى يعني انت الخلاط يعني مش بتاع الدش ده. بس الحمد لله بعد كده بقى يعني الدنيا سهله. ارجع تاني للموضوع. بصوا عاده يعني كنا في الشتاء نستحمى مره، ما تتخضوش وما تفلوش مناخيركم، او مرتين في الاسبوع اتزا ماكسيم. طب لو انا مستحمي يوم الجمعه وهحضر قداس الحد، مستحمي الجمعه طشت بابور، تستحمى السبت تاني. ليه؟ بكره التناول، بكره التناول. ايه بقى بكره التناول ده؟ حاجه مهمه قوي. احنا ايامنا ما كانش جيلنا لبس كتير، يعني بيجيبنا لبس في 6 يناير وفي سبت النور عليهم طول السنه. ما كانش في مولات، المرتبات قليله، فهي جزمه واحده في السنه مع اول الدراسه، او ما جزمه تانيه في العيد. يعني ده كان الافريج بتاعنا كلنا اللي كنا عايشين فيه. لما كانت البنات تلبس فستان العيد يوم العيد يتشال في الدولاب وما يتفتحش الا في القداس. صدقوني ده اللي كان بيحصل. وفي ناس اللي من سني قاعدين يعملوا كده. اصل ما كانش فيه فساتين كتير، فيفضل فستان العيد 3-4 اشهر لا يلبس الا في القداس، وكان الديفولت ومحدش يستجري ان يلبسه في مناسبه تانية الا اذا كان عندنا فرح، فهنلبس فستان العيد البنات. يعني ده معنى ايه؟ كان البيت كله حاسس بجلال الحدث. كنا لازم ننام بدري علشان محدش ينام في القداس. لكن دلوقتي النهارده اللي بيحصل ايه؟ الناس قاعده على اليوتيوب والواتيفر، فيسبوك موفيز ولا معرفش ايه، لغايه 3 الصبح، لغايه لما الموبايل يقع من ايده وينام ويقوموه جاي في غيبوبه في القداس، داخل في القداس غيبوبه، هو مش عارف هو في القداس ولا في رؤيه. هو شايف بخور وشايف كده
يعني يا ترى انا فين؟ في الجسد لست اعلم ام في الروح فلست اعلم؟ ما كنتش انا بولس الرسول وانا مش دريان انا فين؟ خليكم بس معايا. البيت القبطي كان بيسلم الكنيسة، كان يوم القداس مفهوش هزار. احكي لكم سر بس ما تفتنوش لحد، بس احكي لكم سر. في مرة من المرات مش عارف يمكن اكون قلته لك قبل كده، متهيألي حكيته لكم في النهضة دي. لا لا اول ما اقول لكم هتفتكروا، لو افتكرتوها قول لي انت قلتها. القصة بتاعت امتحان العربي اللي كان يوم السبت، ما قلت لكمش دي؟ احكيها لكم. كنت في 5 ابتدائي، انا فاكر اليوم ده كويس قوي. والابهات زمان في مصر كانت بتربي، كان الاب ايده مش ايد، خف بعد عنكم خف. انت كنت بتضرب زيي؟ احكي لكم بس الحكايه. فانا رحت لماما امي، ما اقدرش اكلم بابا طبعا، بابا ده السلطه العليا يعني. فبقول للماما ايه؟ بقول لها على فكره انا بكره مش رايح القداس وما تصحنيش عشان عندي امتحان عربي وعندي انا كنت ضعيف في المحفوظات طول عمري والحفظ كده متعسر فيه. حكيتها صح؟ حكيتها؟ افتكرتوها دلوقتي؟ اوكي اوكي خلاص، لا مش هحكيها تاني بقى، شغلانه ولا ايه؟ مفيش غيرها. انتوا ما سمعتوهاش عشان انتوا ما جيتوش، انا مش مسؤول. المهم يعني كنت بتحايل عشان امي تغيبني يوم، قالت لي لا هتروح القداس وهتروح مدارس الاحد. قلت لها بس مش هجيب درجه، قالت لي وماله؟ قلت لها بابا هيضربني، قالت لي تستاهل يا ماما هتضرب، قالت لي تستاهل، اصل الكنيسه مش اوبشن، القداس مش اوبشن، لان لو انت اعتذرت عشان امتحان هتلاقي 100 عذر بعد كده ما تروحش بالقداس. دي اهالي كانت الدنيا واضحه ومحدده. اليوم اللي كنا نتناول فيه من القداس ونرجع، يمكن عشان بلادنا فيها تراب وبلاط وحاجه زي كده، تلبس شراب جوه البيت. ليه انت متناول؟ ماما حر. متناول حر هتتنطط. طب لغايه الساعه 1، طب لغايه الساعه 12 ونفاصل. بس كان البيت مكبر التناول ومكبر القداس. يا ترى النهارده هاو ميني فاميليز ديليفرز السول، بتولد الروح دي في اولادها وتحسسهم بقيمه يعني ايه هتتحد بالمسيح. انت رايح مش تتناول، تتناول دي كلمه قصيره معناها ممارسه، انت رايح تتحد. عشان كده التعبير القبطي في البيت القبطي لما واحد يتناول يكون داخل عليك تقول له ايه؟ مبروك النعمه، مبروك النعمه، مبروك النعمة، أنستك النعمة، مبروك النعمة، أنستك النعمة. وكانوا يعني يعملوا لنا كده. أنت بقى شايل المسيح، هات من ريحك هات. وكان عندنا ضمير يقظ. حتى قبل ما أعترف، لو كسبت كذبة عليهم في البيت ولا عملت عاملة سودة في المدرسة، أحس إن أنا مش قادر أتناول. وأفضل ألف وأروح عاوز أجل المناولة، ألف وأروح عاوز المناولة، ألف وأروح المناولة، عاوز. لغاية لما ابتديت في أولى سنة واعترف. بس كان في إحساس. علشان كده أول عمل أنت مطلوب تعمله قبل التناول، أرجوك على الأقل ليلة القداس نظف قلبك، نقي قلبك، حاسب نفسك، قدم توبة، وما تسهرش على أي حاجة فارغة تشدد انتباهك وتخليك نعسان في القداس تاني يوم. من فضلك لو عاوز تستفيد وتحس بقيمة السر. 2، أثناء القداس أعمل إيه؟ أثناء القداس مطلوب منك حاجتين، التركيز والمناجاة. عارفين كلمة مناجاة يعني إيه؟ خلونا في التركيز وبعدين نشوف المناجاة. التركيز يعني إيه؟ أنا وإنت بنسرح والشيطان بيصطادك في القداس يفكرك بمصيبة، يا نهار ابيض ما كنتش نسيت الموبايل في مش عارف مين، يا نهار ابيض ما كنتش حصل ايه، يا نهار ابيض ما كنتش نسيت الحل على الرز على النار.
اي حاجه تشتتك. كلنا ممكن نتحارب بالتشتيت على قد ما الشيطان بيحاول يعمل ديستراكشن لعقلك. حاول تجيب عقلك وتركز في الكلمه، ركز في اللحن، ركز في المعنى. لو فتحت عينك وبصيت في الخلاجي وده يساعدك، لازم تروح القداس بخلاجي. لو القرايه بتسرحك ولو غمضت عينك بتركز، غمض عينك. لو غمضت عينك بتنام، فتح عينك. بس المهم تفضل مركز، لان كلنا بنتحارب. ايفن ابونا هيمسلف ممكن جوه القداس يتحارب. يكون ابونا مطقص قوي، بتحصل يعني. انا بقول لكم حاجات بتحصل مع الكهنه، وفي حته كده في وسط القداس قبل ما هيمد ايده على الخبز عشان يبتدي الرشومات والتقديس، لازم يجيب له الشوريه في علامه تقصيه انه بيغسل ايده ويتطهر قبل ما يلمس الخبز، دي علامه تقصيه. فتلاقي الشماس سرحان، فابونا يقول له، ابونا يقول له، فالشماس يقول الشوريه؟ يعني هتكون الميداليه؟ الشوريه. فيروح يجيب الشوريه. خلي ابونا كده فقد تركيزه ولا ما فقدش؟ فقد، وطلع بره الصلاه ولا ما طلعش؟ طلع. وبعدين تيجي بقى الحرب الثانيه لابونا جوه القداس، يجيب له الفحم مطفي. طب الطقس بيقول تحط تحط ايد بخور يطلع بخور، تغسل ايدك في البخور. طب انا حطيت ما طلعش. فيتحارب ابونا، يا ابني انت واقف، انت شغلتك ايه يا ابني؟ بس ما يقدرش يقول كده، ما احنا في وسط القداس. بس الفكر جواه، يعني ابونا ممكن يكون وقع في ايدانا، وقع في ضيق وسنه غضب. كل دي حروب، كلنا بنتحارب. علشان كده اهم عمل ليك جوه القداس ايه؟ التركيز. تتصور انت بتتحارب، فروحت انت مسهل على الشيطان، قلت له خلي عنك انت، انا هحارب نفسي، ارجوك ما تتعبش نفسك، ما تنزلش ولا تطلع. لا 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 لا، عيب يا راجل، ده عليا انا، دي عليا انا، دي انا هعمل ايه؟ انا هخلي التليفون فايبريشن. الشيطان ما حاربنيش ولا حاجه، بس التليفون بعد ربع ساعه عمل زت زت، انا في قداس اركز زت زت زت، تكون البت عملت حادثه زت، تكون مراتي حرقت البيت زت، اي حد بقى يجي له اي فكره في اي حاجه يروح عامل ايه؟ يقول لك ابص فيه بس بصه، يلاقي 113 واتساب. انا عاده بيجي لي مثلا اي حد فيكم بيجي له 7 واتساب في اليوم، يوم القداس بقوا 137. فيري ويرد، لازم ابص. انا جوه القداس لازم ابص، لازم القداس. ما انت سبته. لو انت شاطر اساسا انت كده كده بتتحارب، تروح انت جايب الحرب على نفسك. يا اخي حط القداس اوف، يا اخي الدنيا مش هتتحرق. ازاي تخش بعدو بيشتتك وانت مش ناقص تشتيت؟ انتوا متضايقين مني ولا حاجه؟ انا حاسس متقل عليكم العيار، بس هتقل برضه. بصوا بقى، يبقى نمره واحد التركيز، اتنين المناجاه. يعني ايه المناجاه؟ يعني ابتدي اتكلم مع ربنا. لو في كلمه في القداس حسيتها، مش مهم تتابع ابونا بيقول ايه، اسرح فيها واتكلم مع ربنا على قد ما تقدر، لان دي زياره نعمه. ربنا بعت لك حاجه تدوقها، يمكن اللي جنبك مش ضايقها، بس انت اعمل كده، اسرح في الكلام الحلو. يعني مثلا لاجل يا سيدي لم ترد وجعك عن خزي البساق، فرضا اتقالت وانا حسيت بوش المسيح، يا عيني متبهدل متلطم ومحمر وورمان وزرقان وتف على خده مستحملها علشاني. ما تقوليش ابونا وصل لفين، ابونا براحته ان شاء الله يخلص القداس، بس دي النهارده بتاعتك. من فضلك كلم ربنا في اللي تحسه، لان دي زياره نعمه ما تضيعهاش. التركيز والمناجاه. طب بعد القداس وانا مروح اعمل ايه؟ حاول تعيش اللحظه، بهجه خلاصك. انت قاعد تقول اعطني بهجه خلاصك، اعطني بهجه خلاصك. طب ده انت دلوقتي المسيح بقى جواك، تضيع وقتك في كلام فاضي؟
كان زمان في قصة في البستان، بس أنا عارف إن في الحالة اللي إحنا فيها دي نونسنس أنا أتكلم فيها، بس برضو من أجل الأمانة هقول لكم الحكاية، بس أنا حتى بقيت أتسرق زيكم. كان في واحد بعد القداس راهب، من كتر ما هو متمتع بالتحدث بالمسيح أي حد يجي يكلمه في أي حاجة لهم ابعدوا عني ابعدوا عني. ليه؟ عاوز يستمتع بإيه؟ باللحظة. كلنا بقينا نتسرق، بقت عندنا ضغوط، لكن دايما في تقليد أبائي إن بعد القداس ما تستعجلش في الخروج على العالم، اقعد على بنجك لمدة دقيقة واحدة واشكر ربنا على النعمة اللي هو اديها لك، وحاول تبعد ربنا اللي جواك بوعد انت تقدر تنفذه. فبعد القداس ما تجريش، بنتسرق. ليه؟ لأن العقل بتاعنا ليه طريقة. لو أنا هعمل حسابي إن أنا النهاردة هخلص ولازم ألحق المول بتاع إيرين ميلز دوت عشان نشتري شراب ملون مش عارف للمناسبة الفلانية، أنا وأنا بتناول بفكر في الشراب، صح؟ يبقى أنا سرقت كل حاجة تانية. ده يوم مخصص للعريس، عشان كده ربنا قال إيه؟ اليوم بتاعي عملا فيه لا تعمل، لان هو عارف انك لو حطيت في الخطه في يوم ربنا انك تحط عمل، العمل ده هيسرقك من ربنا ولو بالفكر. بقول كلام صعب قوي لانه مش واقعي. عارفين ليه مش واقعي؟ لان بقى رتم حياتنا هو اللي غالبنا مش الصح اللي بنعمله، فبينا كلنا مستسلمين. ان بعد القداس في حاجات شغلانة طلعتنا من مود الاتحاد بربنا. بص يا جماعة، أنا هقول لكم حاجة، أنا قلت كلام كتير قوي وتدريب كتير في الوسط. أي حاجة من اللي أنا قلته النهاردة أنت حاسسها، ابتدي اشتغل عليها. بس عيب قوي 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 أفضل أنا وإنتم نتسرق كل يوم. ربنا يدينا إن إحنا كلنا نخش السماء اللي بنتكلم عنها بقى 11 يوم بنعمة ربنا. بكرة هنزلكم من السماء هبدع على الأرض. ليه؟ هتكلم على بيوتنا والأسرة، عشان نبقى خدنا موضوع روحي 11 يوم، وناخد موضوع أسري ينفعنا وينفع أولادنا إن شاء الله في الأيام اللي باقية من النهضة. كنت المفروض أبتدي بالأرض وأطلعكم على السماء، أنا غلطت غلطة بايخة قوي، طلعتكم السماء وهنزلكم على الأرض. بس أقول لكم كله يكمل بعضه إن شاء الله. نتقابل بكرة في موضوع أسري لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد. آمين.